السلام عليكم. في هذا المقطع سنروي لكم واحدة من أعجب القصص الحقيقية والتي حدثت مع امرأة ملحدة في أوروبا وجعلتها تعتنق الإسلام، فتابعوا معنا. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. في أحد البلدان الأوروبية كان هنالك شيخ وإمام مسجد معروف، وكان لديه ولد صالح عمره 11 سنة. وكان هذا الشيخ في كل يوم جمعة يأخذ ابنه الصغير ويذهب معه إلى أطراف المدينة وشوارعها، ويوزعان كتيبا عن الإسلام وعن الله تعالى على الناس، على هذا الكتيب يحببهم بالإسلام ويعرفهم عليه جيدا. وفي أحد أيام الجمعة كان الجو باردا وعاصفا جدا، وكانت الأمطار تهطل بغزارة والرياح تعصف بالناس في الشوارع. وبعد أن أنهى الإمام صلاة الجمعة أتى إليه ابنه وقال له: هيا يا أبتي، ألا تريد الذهاب لتوزيع الكتب على الناس؟ ولكن الشيخ قال لابنه: إن الجو اليوم غير مناسب وأننا لن نجد أحدا في الشوارع. ولكن الولد أصر على أبيه، وعندما رفض والده الذهاب قال له: أتسمح لي بأن أنوب عنك وأذهب وحدي؟ فسمح له الشيخ بالذهاب. فارتدى هذا الطفل ثيابا كثيرة وغطى نفسه بشكل جيد ونزل إلى الشارع ليوزع الكتيبات على الناس، وبالرغم من صغر سنه فقد قام بعمله جيدا، ووزع تلك الكتيبات الإسلامية على الناس، وقام بطرق الأبواب وتوزيعها على البيوت. وبعد ساعتين من المشي تحت المطر لم يبقى مع هذا الطفل إلا كتيب واحد، فاستدار للرصيف المقابل وذهب إلى أول منزل أمامه ليعطي أصحابه آخر كتيب معه. فرن جرس الباب وانتظر، ولكن لم يجبه أحد، فحاول مرة ثانية وثالثة ولكن أحدا لم يجبه. وعندما هم بالرحيل شعر بشيء يمنعه ويدفعه للمحاولة مرة أخرى، فرن الجرس مرة أخرى وطرق بيديه بقوة على الباب عدة مرات وبشكل عنيف، وهو لا يعلم ما الذي دفعه لفعل ذلك. وبعد قليل فتح الباب وخرجت امرأة عجوز يبدو عليها الحزن الشديد، فقالت له: ماذا تريد يا بني؟ فرد الطفل عليها وعلى وجهه ابتسامة بريئة: أنا آسف يا سيدتي إن أزعجتك، ولكني أريد أن أقول لك أن الله يحبك وأنه يعتني بك، وألهمني أن آتي إليك وأعطيك آخر كتيب معي. فهذا الكتيب يتحدث عن الله وعن الهدف من خلق الإنسان. فأخذت المرأة الكتيب منه ثم شكرته ودخلت. وفي الأسبوع التالي كان والد هذا الطفل يعطي محاضرة عن الإسلام، وعندما انتهى فسح المجال للحضور لسؤاله عما يريدون. وإذ بتلك العجوز ذاتها قد أتت إلى المسجد وطلبت أن تتكلم، ولم يكن الشيخ يعلم بقصتها مع ابنه. فقالت المرأة: أريد أن أروي لكم شيئا عجيبا حدث لي في الأسبوع الماضي لا يمكن تصديقه. أنا لم آتي لهنا من قبل ولا أحد هنا يعرفني، وقبل الأسبوع الماضي لم أكن مسلمة ولم أفكر في حياتي أن أسلم من قبل، ومنذ عدة أشهر توفي زوجي وتركني وحيدة تماما في هذا العالم، ولم يكن لدي أحد غيره، ولم يعد لدي أمل في هذه الحياة، فقررت أن أنهي حياتي وأنتحر. وفي يوم الجمعة الماضية كان الجو ماطرا كئيبا، فقررت الرحيل عن الحياة عندها، فأحضرت حبلا سميكا وصعدت إلى علية منزلي وربطته وثبته بالسقف جيدا، وأحضرت كرسيا ثم وقفت عليه ولففت الحبل حول رقبتي وتهيأت للقفز والانتحار. وفجأة وعندما هممت بالقفز سمعت صوت جرس الباب يرن في الطابق السفلي، فقلت في نفسي: سأنتظر لعدة لحظات ولن أجيب حتى ينصرف الطارق. فانتظرت قليلا ولكن الجرس لم يتوقف عن الرنين، بل ازداد صوت الطرق على الباب كلما انتظرت أكثر. فانتابني الفضول وقلت في نفسي: من هذا الذي أتاني الآن وأنا لا أعرف أحدا في هذه الدنيا بعد وفاة زوجي؟ ولما يصر كل هذا الإصرار على أن أفتح الباب له؟ فرفعت الحبل من حول رقبتي ونزلت عن الكرسي لأرى من الطارق. وعندما فتحت الباب لم أصدق عيناي، فقد وجدت صبيا صغيرا وعيناه تتألقان وعلى وجهه ابتسامة ملائكية أنعشت روحي، وقال لي كلمة أحيت قلب الذي كان ميتا وأعادته للحياة فجأة.
فقد قال لي بصوته البريء: لقد أتيت لأخبرك أن الله يحبك ويعتني بك. وأعطاني كتيبا صغيرا وذهب، فأغلقت الباب بتأني وأمسكت هذا الكتيب وقرأته كلمة كلمة، وكلما قرأت أكثر كلما شعرت أن روحي تتحرر وأن الحياة تعود لجسدي. وبعد أن أنهيت قراءته ذهبت إلى العلية وفككت الحبل ورميته، فقد علمت أن الله موجود فعلا وهو يهتم بي حقا، فقد أرسل إلي هذا الطفل في اللحظات الأخيرة قبل انتحاري، فغير حياتي وأدخلني إلى الإسلام، وأنا اليوم أشعر بأن هنالك هدف من حياتي، وأشعر بالسعادة وبقيمتي عند الله عز وجل. نرجو أن يكون المقطع قد نال أعجابكم. إن أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب، دعم الله ومشاركته مع من تحب، ولا تنسوا إخبارنا عن أرائكم في هذه القصة الجميلة بالتعليقات، ودمتم بحفظ الله ورعايته.